السلام عليكم خالتي، عندنا اليوم خبر جديد على هذه العملة. هذه العملة للتعدين، كما تلاحظوا قوموا بالتعدين عليها عن طريق التطبيق هذا. نذهب إلى تويتر، كما تلاحظوا هنايا التويتر، على تويتر الصفحة الخاصة بهم، عدد المشتركين على صفحة تويتر. هنا يقول على تويتر الموقع أنه في 5 مارس سوف يتم وضع العملة على بانك سواب للبيع والشراء كما تشاهدوا. وأيضا هذا راه كما تشاهدوا هنايا سمارت كونتاكت، توظيف هذه العقد هذا توظيفه على كريس والت الخاصة بك. هذا أول شيء كما تشاهدوا هنايا. حنا واش نديرو لهنايا؟ نأتي مباشرة نأخذ هذه الصورة، نضغط على الصورة هذه لأن هذا يعني يعتبر اي دروب، وإن شاء الله بربي نكونوا من الرابحين. حابين نشارككم يعني، ما في لا إحالة لا والو. تضغطون هكذا، تضغط هكذا أونجستري، بعد ذلك تأخذ عقد العملة. غادي باش نقول لكم هذا الاي دروب الاول، سوف نوريكم الاي دروب الثاني ايضا. هناك اي دروبات اخرى على هذه المنصه. نضغط كوبي هكذا، نذهب مباشره الى تريس والت. نوريكم طريقه كيفاش تاتوا بالعمله. تضغط هنا ثم تضغط على علامة زائد في الأعلى هذه، ثم هنا تغير إيثيريوم، تغير إلى سمارت شين، وتضغط هنا كولي، بعد ذلك تضغط سوفغارد. نديرها قدامكم، نختار سمارت شين هايليك، ونضغط كولي كما قلنا، ونضغط سوفغارد. الآن العملة راهي موجودة على تريس والت. نأخذ العقد تاعنا هذا، ريسيف استقبال الأموال، ثم في الأسفل تضغط هنا كوبي، ثم نرجع للموقع تاعنا هنايا وننزل أسفل. واش نديرو لهنايا؟ أولا تضغط هنا ريتويتر، بعد ذلك تدخل إلى هنا، تضغط هكذا على الصورة هذه، تأخذ يعني إذا كان تأخذ الصورة وتضع كولي ريبوندي هكذا. أنا درت أكثر من مرة، دوك نعاود نسين نحذف لأني شرحت لكم فقط. هذا الايدروب الاول. لو نروحوا للمنصه، نضغط نروح للموقع تاعها، ننزل اسفل، هنا خدمنا عليه خلاص كملنا. وهنا ايضا تانك سوف يتم جيف واي، هذا سوف يتم ديستريبيسيون يعني توزيع العمله مجانا لانه بوت، لانه جيف واي. نضغط هنا هكذا تويتر جام، تعاود تضغط هنا في الفراغ، هنا هكذا، هنا في الفراغ، نضغط لهنايا في الفراغ، نشوفو لهنايا، أشخاص اللي حاطين العقد تاع العملة الخاصة بهم، كما تشاهدو. هذا راه حط الصورة. واش ندير هنايا؟ هنايا نروحو نضغطو على الصورة، نديرو لها اونجيستري، نعاود نرجعو، نعاود نضغطو لهنايا، نضغط على الصورة لهنايا هكذا، ثم نضع العنوان تاع العقد تاع العملة،
ونديرو ريبوندي كما تشاهدوا لهنا بطريقة سهلة. هنا واش راه يقول لك؟ لا خاوتي اسمحوا لي، انا يقول لك بي بي فا ادريس، هذاك هذيك هي. مازال 7 سوايع كما تشاهدوا لنا هايليك. كما تشاهدوا هذا عنده ساعة من اللي دار. نعود نرجع الموقع أيضا، نفس الموقع نفس الصفحة، نزل الأسفل كما تشاهدوا لهنايا عنده 11 ساعة من اللي وضع الجي بي واي. نضغط جاب الو تويتر، واش يقول لهنايا؟ نضع العنوان البي بي فا ادريس ونديرو لتويتر، نضغط عليها هكذا ونشوفو كما تشاهدو. نصورو هذه هكذا، اسمحوا لي نصوروها كما هكذا، ناخذها لقطة الشاشة هكذا، اونجستري، بعد ذلك نضغط هنا نضغط هنا نقطة الشاشة هذه اللي درناها، نضع العنوان تاعنا ريبوندي هكذا. هكذا رانا شاركنا في الجي بي واي. العملة هذه هي إن شاء الله سوف يتم إنزاله على منصة بينانس ويتم تداول عليها. قلت لكم شحال خلال لكم شحال من فيديو، قلت لكم يا جماعة شاركوا على هذا التطبيق، ولكن كاين اللي شارك وكاين اللي يشارك من قبل وكاين اللي ما يآمنش بالأمور كما هذه. إحنا ما نخسرين والو، تطبيق تعديل ديرو على الهاتف تاعك كل 12 ساعة ولا 24 ساعة تضغط وراك تقوم بالتعديل. نزلت العملة اللهم بارك على المنصة، وكان يعني الموقع ما كذبش ولا التطبيق يعني المشروع هذا كان صالح، يعني ليس يعني ماشي سكام، تربح نورمال العملة هذه. وإذا كان فاشل ما راك خسر والو. درك احنا عندنا بزاف اللي درنا هذا التطبيق ونزلته على القناة تاعي، عندي واقيلا واحد 4 سنين ولا 3 سنين ولا 4 سنين ملي درت الفيديو هذا، درت فيديو على التطبيق هذا. حتى انا صراحه انا ما كنتش يعني ماشي ما كنتش مصدق، ولا كنتش زعما نتبعو يعني اول باول. كما تشاهدوا عندي 224 قطعه وكان عندي وقيله واحد المليون ولا شحال، يعني ما كنتش نعمل عليه بزاف. حتى انا تنك تخاذلت، ولكن الان كما تشاهدوا المنصه هذه راهي راه حتى البينانس، مثلا نروح البينانس بينانس دوك نلقاو يعني هناك يعني. المهم خاوتي راني شاركت معكم جديد، ودوك خليكم رابط التطبيق اللي حابي اللي راه عنده تطبيق راه يدخل يدير نفس الطريقه، اللي ما عندوش تطبيق يسجل عن طريق التطبيق تاعي ويدير هذه الامور وهنا واش دير؟ تضغط على الصوره هذه هكذا وتفعل الجرس باش كي يكون كاين جديد تكون تال اول ما من الاوائل اللي على بالك بلي واش كاين حاجه جديده ولا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عندي على القناة تاعي عندي فيديوهات ملاح وتطبيقات تاع التعديل، ما تستهانوش بهم. اسمحوا لي يكون لكم واحد الفيديو. عندنا تطبيق هذا عملة جديدة، يعني في بداية تاعها المشروع تاعها راني سجلت ونشرت الفيديو، والحمد لله كان اصدقاء اللي تفاعلوا مع الفيديو وسجلوا وشارك رابط الإحالة تاعك. درت كيفاش طريقة مشاركة رابط الإحالة وطريقة يعني شرح الفيديو مباشرة على القناة. لذلك أنصحكم بهذا التطبيق لأن عملة جديدة، هذه ذكاء اصطناعي، ما راك خاسر والو. هذا ليس تطبيق تعدين، ولكن تسجل تأخذ 553 دولار على المحفظة تاعك وتنتظر. أنا راني ندير كل مرة ندير فيديوهات على التطبيقات، مع العلم انا عملت كاين بزاف التطبيقات اللي نشرتهم قبل الوقت والناس ربحت منهم وكسبت منهم الحمد لله. المهم هذا تطبيق، وكان تطبيق اخر ايضا تاع التعدين، هذا تطبيق لترويج لعملة جديدة سوف تنزل على المنصات. كما تشاهدوا طريقة التعدين يعدل لك على العملة وعلى الدولار، مارك خسر ولا دير التطبيق تاعك كل 12 ساعة ولا كل 12 ساعة، نعم كل 12 ساعة تضغط هنا، وتكمل التعديل. يوم تنزل العملة هذه تكون تامن من الأوائل. المهم كان هذا الشرح تاعي خاوتي. هذا التطبيق مارش يعني عنده واحد شهر من الإصدار ولا شهرين، ولكن أنا نشرت لكم الكلمة على باش نشرت لكم الفيديو تاعو تاعنا تشاركوا عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.